مساء الخير واجمل تحيه لكل المشاهدين الاحبه اللي عم يتابعونا بساعه وفاء. مشاهدينا، هل يا ترى ممكن انه نتعلم فن الحياه؟ هل ممكن انه نتعلم بيوم من الايام كيف ممكن نعيش؟ هل يمكن للانسان انه تنفرج كل همومه من دون غيوم، او حتى ان يظفر دون جزيه؟ هل ممكن يا ترى اليوم تسمحوا لنا نخصص حلقه كامله لنتأمل شوي، نتأمل أنفسنا، لنستمع، لننصت للصمت الموزع واللي موجود فينا؟ اسمحوا لنا اليوم مشاهدينا وبهالحلقة الخاصة من برنامجنا ساعة وفاء إنه يكون فيها الكثير من الخصوصية، الكثير من التأمل، الكثير من الطاقة أيضاً. عن شو عم نحكي؟ هيدا الشيء رح تعرفوه بعد شوي. أهلا وسهلا بكل مين عم بيتابعنا. الماضي مشاهدينا مش لقلنا، المستقبل بعدنا ما عشنا، ما منملك أبدا إلا هاللحظة، ولازم نعرف كيف نعيشها، كيف نتعلم كيف حتى ممكن أنه نتنفسها. لازم نتعلم قبول ما ليس لنا ونتركه دائما أنه يمضي بسلام. لازم دائما نتعلم كيف ننقذ أرواحنا من زحمة المدن، من ماكينة الحياة، نتخلص من الوهم، كيف نرجع ونمسك المبادرة بعد السقوط أو حتى سارة أو حتى بعد الفقدان، كيف نتأمل دواخلنا ونشوف مين نحنا، نتعرف مين نحنا، كيف ممكن أنه نحب، كيف ممكن نحب غيرنا أو أنفسنا من دون ما نكون عم ننغر، وكيف ممكن نحب غيرنا من دون ما نكون عم نتملكه. يمكن هيدي أسئلة كتيرة طرحتوها بيوم الأيام على حالكم، ويمكن ما لقيتوا لها أجوبة، ويمكن يمضى العمر حتى ونكتشف بعد فوات الأوان أنه حتى ما فكرنا فيها لهالأسئلة. اليوم مشاهدينا رح نستضيف معنا اليوم ضيفة عزيزة وصفتها الصحف بسيدة الريكي الغامضة، وأطلق عليها الآخرون اسم المعلمة. اقترن اسمها بالعلاج بالطاقة، والتصقت فيها كلمة الريكي الوافدة للغتنا ومجتمعاتنا العربية وأيضا إلى حياتنا. نستضيف معنا اليوم وعبر ساعة من الوفاء لنتعرف، لنعرف، لنصمت، لنحاور أيضا. أهلا وسهلا فيك ضيفة كتير عزيزة علينا سيدة مها نمور. مساء الخير. أخصائية العلاج بالطاقة، طاقة من المحبة نشرتيها بمجرد وجودك معنا اليوم. أهلا وسهلا فيك، أنا كثير سعيدة. أنا شكرا لاستضافتكم لإلي حبيبتي. أهلا وسهلا، إن شاء الله تكون هالساعة ساعة مثل ما قلتي تأمل، بركة بالحس، بس بيعرف الواحد أهمية إنه يرجع لحاله، لأنه كل الكلام صار كلام. صحيح، رح نعرف كثير أو رح نحاول، ما فينا أبدا إنه نتعرف على هيدا العلم وهالموهبة هيدي بمجرد ساعة من الوقت. نحن بحاجة إلى، تفضلت بالأول قلتي فن الحياة. صحيح. كل فن مثلا اللي أبدع بالموسيقى هو إنسان درس أبجدية قراءة النوتة. لحتى نعرف فن الحياة بدنا أبجدية معينة ندرسها، وهذا نحن منعلمه بمدرسة سينيرجي مها نمور. كيف الواحد بيتوصل إنه يعرف النوتة لحياة أفضل تعيش، يعني فن الحياة. جميل. منسمي الطاقة كمان نور، حب، وحياة. حلو، رح نغوص أكثر بهالموضوع هيدا، لكن يمكن هيك سؤال بيتبادر على الذهن ببداية الحوار، مها نمور لمين بتتوجهي بهالعلم هيدا؟ هل في أشخاص معينين تتوجهي لهم بالريكي أو ريكي فن العلاج بالطاقة، ولا هو للكل، للجميع، ليس فقط للنخبة؟ بتوجه للفطرة اللي داخل كل شخص، إن كان عم يسمعني أو عم بيشوفني أو عم يقرالي. كل واحد عنده عطش ليتعرف على فن الحياة، بكون عم بتوجه لإله. بهذا العلم ما في فئة معينة من الناس، ما في جنسية معينة، ما في ثقافة معينة، ما في طبقة معينة، في قلب عم ينبض وعم بيفتش يعيش، أو بحس إنه هيدا شيء ممكن يلائمه وبيمشي فيه، أو بفتش على شيء آخر. بس نتوجه للقلب الإنساني،
طالما القلب عم ينبض معناتها عم بفتش على طريق يعيش فيها. جميل. طيب نحن قبل ما نحضر، قبل ما نطلع على الهواء، توجهنا بكاميرتنا إلى بعض الأشخاص، مجموعة كتير كبيرة من الأشخاص، أخذنا منهم كم شخص، سألناهم عن الطاقة، شو بيعرفوا عن الطاقة؟ شو بيعرفوا عن العلاج بالطاقة؟ شو بيعرفوا عن الريكي؟ وجدنا مجموعة إجابات، نتابع سوا. شو بتعني لك الطاقة؟ الطاقة أساس الحياة أصلاً. ما الطاقة بتعني لي كثير شغلات، لأن الطاقة هي كل شيء بحياتنا، هي الكهرباء، وبتعرفي الطاقة هي بتولد كثير شغلات. الطاقة بهي الأيام بلاها ما فينا نعمل شيء، وهيك بالطاقة شغلة كثير كبيرة وكثير تكنولوجيا وكثير حضارية. الطاقة كل شيء، الطاقة هي الباور، الطاقة بتعتمد على كل شيء، إذا ما في طاقة ما في شيء. الطاقة هي كل حاجة حوالينا بتمدنا بالنور، بالسعادة، بكل حاجة بتخليها كويسة في حياتنا. الحياة الطاقة هي محرك كل شيء عندنا، يعني المحرك اليومي لأي مادة هي الطاقة. الطاقة يعني هي نفس حالة الشخص انه تكون حوالينه، كيف تكون إيجابية أو سلبية. بتآمن بعلاج الطاقة؟ مريض ودوينا بالطاقة، هذا كلام مو صحيح. طبعا بآمن، لأني كل حياتنا ماشي على الطاقة، ممكن يكون في علاج بالطاقة. يعني علاج بأي شيء بيكون بيضلوا علاجه، فهمت كيف؟ حتى لو كان يعني بأصعب الطرق لازم الناس تعالجوا، إذا الطاقة بتعالج ليش لا؟ في حاجات كتير، يعني مثلا العلاج النفسي بفتكر برضو ممكن بالطاقة. يعني ما صرفتش ان انا اتعرفت على اي علاج بالطاقة، او لقيته موجود في الوقت او الزمن اللي احنا موجودين فيه. يعني ما كتير، لا يعني for relaxation purposes، انه واحد بده ارتخاء اعصاب او شيء، ايه، بس اكتر من هيك مثلا بيعالج مرض، بيعالج مشكلة، لا اكيد في علاج بالطاقة. I believe energy but I don't have any idea about the energy. بنظرك كيف الواحد بيقدر يعالج بالطاقة؟ No idea، ما عندي فكرة في هاي. I never heard it، يعني أول مرة بسمعها. يعني إذا بتفيدونا أنتو بيكون أحسن. سمعت بالليزر ممكن، لكن بالطاقة دي أول مرة أسمع عنها بصراحة. ما أعرف إيش هو العلاج بالطاقة، فما أقدر أقول لا إيه ولا لا. إذا واحد يعني عنده مرض أو شيء وبيعجر بيعالجوا فيها مثل الشيوخة وهيك، ولا ما بتعني لي شيء، أنا ما بأمن فيها أبداً. Yeah but I don't have any idea, I don't know. شو رأيك بالإجابات هيدي؟ الإجابات كتير حقيقية، كتير حقيقية، لأنه حدا ما بيحكي صيني لأنه مرة على المدرسة. نحن مدرسة لتعلم شو يعني طاقة وشو يعني العلاج بالطاقة، كيف بدي أنا نشط طاقاتي، كيف بدي سلكها فيي، بشو بدها تتسلك فيي، وين بتمشي الطاقات، وين مراكزها. هيدي مدرسة. صحيح. أنا لحتى عملت هالدراسة أخذت معي شي 7-8 سنين، مش رح يجي واحد بس قري مقال أو سمع شغلي يعرف. المعرفة بدها إرادة، بدها عطش داخلي، إيمان لتقدري تعرفي. ما فيك تعرفي بحر كون كامل كيف معمول من طاقات تاخد العقل، بنقول سبحان الله. عشو سبحان الله؟ على الطاقات الموجودة، كيف كأنه كله مدوزن، كيف عقارب الساعة بتمشي، بيمشي السماء والأرض، الكواكب والنجوم، الأرض والسماء والقمر، كيف هيدي الرقصة كلها سوا، هيدي اسمها فالس من الطاقة. ما رح فينا نعرف ونحن ملهيين أصلاً عن حالنا وعن الكون. في مدرسة، في شيء بده يدرسه الواحد لحتى بعدين يعرف شو يعني، وبعدين يعرف يستعمل، يدرس يعرف يستعمل. حلو. طيب كيف ممكن نبسط لكل مين سمعتيهم عنده فيدونا، يعني كيف ممكن نبسط لكل مين عم بيتابعنا؟ اللي جاوبوا كتير جاوبوا حلو، لأن بالفترة بيعرفوا إنه كل شيء طاقة. صحيح. الضوء اللي مضويينه طاقة، الجاذبية اللي بتجذبنا بالأرض كرمالك نحن مش طايرين واقفين بشكل عمودي، هي طاقة. طاقة الإنسان عمودية، طاقة الحيوان أفقية. الأشياء اللي منشربها ومناكلها مناكل من الطاقة. السمك العايش بالبحر
مش عايش من مركبات المي، عايش من الطاقة الموجودة بالمي. يعني معناتها النفس، الأكل، الفكر، الأحاسيس، الحركة، كلهم هول طاقات. بداية بالكون وبالفالس الكون اللي عم بحكي عنه طاقات، نهاية بفكرة بتجي عبالك، فكرة، طاقة فكرة سلبية، لأنه ما في طاقة سلبية، في أفكار سلبية بتحول الطاقة سلبية، فكرة سلبية فيها تدمرك كل النهار. تخافي بس أنت وعم تسبحي فيك توقعي بالمي. الشيء الحلو اللي بدي أقلك إيه، أنه الناس اكتشفوا الطاقات بس اللي اخترعها ربنا. المخترع واحد، وهالواحد وحد الأشياء كلها سوا بفاكتور كوما، يعني بعامل مشترك واحد اسمه الطاقة. كل مرة نحن منؤمن فيها منصير واحد. وهذا بالتعمق بهالدراسة بنعرف انه في كتير سنترات عند الانسان، سنتر مراكز للطاقة بالجسم، كل ما تآلفوا مع بعض وتوازنوا مع بعض بتصيري انت واحد غير مشتتة. وهالانسان المتوازن المزبوط الثابت، وهالهدف كيف نحن نثبت معش تتنتفنا الاشياء وتتنتشنا وتشتتنا الاشياء الخارجيه، تضلك جسم عمودي يصل السما بالارض والارض بالسما. هاي الوحده اذا انت عرفت تجمعيها بتكوني متعبده وايمان. جميل. لانه هيدا شغلنا اللي منصلي كرماله، اني اتحول لانسان واحد. الانا 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 في عده انايات فينا، كيف هالانايات بتصير انا واحد؟ وين ما كنت تعترفي بحالك بشكل واحد. هيدي احاديث الشغل الاشياء بتخلي تجمع الاشياء. جمع الاشياء هو طاقات خيره، طاقات منيره. التشتت هو ظلمه، التجمع نور. لك شغلنا نعرف شو يعني طاقة، مين أنا كإنسان، أين أقع، أين أعيش بهذا الكون، كيف بدي أتغذى من هذا الكون، النبع الأصلي الذي لا ينضب ينضب. ما بيجف. كل ما أنت فاتحة حالك وعم تتنفسي وتستقبلي بوعي، كل ما أنت بألف خير من ربنا. يعني التواصل مع الإله عن طريق نفس، عن طريق أكل، عن طريق صلاة، عن طريق شغل. كل ما ركزتي على شغلك وعطيتيه تبدعي فيه. هيك هي القانون. كل ما هيك اللي عم بيفتشوا برا عم يتبعثروا، عم بضيع. الجواب هو بالداخل. اعرف نفسك بتعرف العالم كله. قلتي اللي اكتشفه هو الإنسان، لكن اللي اخترعه هو ربنا. كيف اكتشف الإنسان؟ كيف اكتشفنا أنه نحن في الأنا والأنا والأنا لازم نجمعه سوا؟ علماء الطاقة شغلتهم كانوا يعرفوا وين ضعفنا وين قوتنا. أوكي. لأنه الهدف كان الصحة والسلامة. بتثبت النتائج على طول صحة الاختراع. يعني إذا وصلت أنا اشفي حدا، معناتها اللي استعملته خلال العلاج جيد. إذا كل اللي استعملته ما وصل لنتيجة، معناتها الفورمول اللي عم بمشي علي مش مزبوط. دونك النتائج أثبتت صحة الأشياء. مع الزمن عرفوا إنه جسم ونفس وروح الإنسان هن متصلين. يعني في من يلي استجبتون وحدة قالت هذا علاج نفسي. ليش نحن شو؟ نحن نفس وجسد وروح. إذا النفس ارتاحت جسمك كله مرتاح. نحن هذا الجسم الملموس المادي هو مراية للنفس. نفس مطمئنة، جسد صحيح وفي صحة. كما هيك النبع الأصلي بالكون هي الطاقة، والنبع الأصلي فينا هو أعماق أعماقنا، يعني الطاقة الداخلية الصافية، الضوء الداخلي. صعب الإنسان يوصل لذاته؟ مثل ما قلت لك، مثل مثلا بتسمعي باخ موسيقى عملها أو موزار بتقولي واو. بس إذا بتحضري فيلم لهول البشر بتعرفي إنه
درس، تعلق، حب من قلبه، أبدع. كل شيء بدك نداء من روحك عم بفتش على الحقيقة، وبتلاقي أي شيء بتلاقيه وبتبدعي فيه، بيكون في تواصل بين طاقتك وطاقة الشيء يلي تعلقتي فيه وانغرمتي فيه. لحظات غرام بتحس الدنيا كلها عم تزهر والدنيا كلها عم تنور. جميل. ولحظة خلاف بتحس الدنيا عم تنهار. الأشياء بتشبه بعضها. دوك هي روحية. كمان لازم نعرف. لا أعرف بدي أدرس. على سيرة أدرس، امبارح دخلت على الانترنت لأعرف أكثر عن الريكي والعلاج بالطاقة. شفت مواقع كتيرة وأساتذة عم يحكوا إنه نحنا منعلم ريكي، ومواقع واتصلوا فينا على هالأرقام، يعني إنه هالقد صار علم متاح للجميع. المصيبة الكبيرة إنه كل حدا نسب العلم لإله ضيع كل شيء. بدك تضلك تقولي الفضل للمخترع، لربنا. أكيد. كل مرة بتقولي بعرف وبتتركي حالك للمخترع، بتضلك موجة من موجات الكون. بتعطي شو بتعرفي، بس انت ما خصك. الدرس انا درسته، درسوا حدا قبلي، حدا قبلي، هول عملوا ثروات. عطاك الثروة مش تتصر فيها وبس، تتبدعي فيها. دونك اللي بده يتعمق بهالعلم هو انسان اولا واخيرا بده يتخلى عن الانا الانانية، تيصير قناة بين السماء والأرض أولا، يشرج حاله ويصيروا إيداي يشرجوا الآخرين. أول آخر لإلي هو أنا، أنا المريض وأنا الشافي. محل ما بتلمسي حالك بتشفي، لأنه إيديك هن قنوات للقلب بيعطوا طاقة لكل مكان بيقلمك. أي ضعف بالإنسان هو ضعف بالطاقة، يعني بس الطاقة تنزل ضعفنا بيطلع. نحنا ما بنشتغل على الضعف، نحنا بنشتغل على الطاقة. كل ما زدت طاقة، زدت ضوء بحالك، ضعفك بينزل. هيك مثل هيدا الريتم. حلو. بتصير تطلع الطاقات فينا، ضعفي بيضعف، ظلماتي بتخف، يأسي بيضمحل. كل مرة بتنزل طاقتك عرفي رح يطلع ضعفك. وما حدا كامل إلا ربنا، وما حدا ثابت إلا ربنا. دوك كلنا متحولين بين فوق وتحت. فوق هو السمو والتسامي، هو صعود نحو الإله. تحت هو المادية وقريب للحيوان. كل ما نزلنا منحس حالنا تعبانين، لأن الأشياء بتغلبنا. دوك منصير مشتتين وما في وعي. وعينا اللي بيطلعنا، هي الفرق بيننا وبين الآلة. دوك حتى عالج آلية المجتمع بدي بطل أنا آلة. صحيح. تخفف من شهوات والنسبة، كيف بدي قلك، الحيوانية اللي عنا إياها، بدي أعرف ارتقي. دوك ما فينا أطلب من حدا ما بيعرف إنه ما يكون شهواني، ما يكون عدواني، ما يكون مصلحجي، ما يكون في يقتل. ما فينا، لأنه هذا السهل عنده، زكاه هالقد بيعطيه. دوك بس بلحظات التأمل منكتشف حقيقة من أنا. بتتعرفي على حالك تقولي كيف هي أنا وما كنت أعرف. مثل اللي عندي كبير بالبيت بس مش عارفة. جميل. دانا يا ترى اكتشفت هالبيضة. ألو. ألو دانا. ألو مرحبا. أهلا وسهلا فيكي دانا. أهلين. دانا انت معنا مباشرة على الهواء، ومعنا هون ايضا السيدة مها نمور. دانا هي بنتي. بنتي بلشت ببنتي ما بعرف ليش. اهلا وسهلا فيكي دانا. دانا انا حابة اسألك اول شيء موضوع العلاج بالطاقة. حضرتك بنتها للسيدة مها نمور، هل يا ترى البيت او المنزل اللي بتبقى فيه سيدة عندها هالقد صفاء إذا فينا نقول، ونفسها كل هالقد واضحة على حالها، كيف تكون العلاقة بين الأم والبنت؟ كيف؟
نحن تربينا بهذا الجو من نحن وصغار يعني حتى لو ماما ما كانت عاملة ريكي من نحن صغار صغار كان ديجا عندها هالشي فيها دونك تربيتنا كانت بتشبهها ما كان في عيب ولازم ومش لازم واتيكات واجبات كان في حب حقيقي ثقة كبيرة خلتنا نكون مسؤولين كتير بكير لأنه عطتنا حرية كبيرة نكون ونحكي اللي بدنا إياه دونك لأنه كانت عارفة شو عم تزرع فينا ما كان في كذب وتمثيل أو أي مسيرة مع أي حدا كان كتير صعب لقلنا إذا بدنا نقلد أصحابنا مع أهلهم أو مع المجتمع وقت ما منكون صغار يعني ما بيكون كتير يعني الشغلة سهلة لقلنا نقبل أنه نحن غير عن الناس حتى لو جو بيتك بيكون في صفاء أكتر من الناس بس كبرنا خصوصا أنا بس كبرت فهمت الحظ اللي عندي إيه لأنه شخصيتي والطريقة اللي بتعامل مع العالم يعني كيف ربتنا الماما بالبيت ما بتخليني اتعاطى مع ناس بكذب أو مصلحة وحياتنا كتير صافية جو بيتنا كان كتير رايق وبعتقد أنا بس رح اتجوز رح عندي حظ أنه رح جرب قلد هيدا الجو إن شاء الله جميل دونك أنا بس كنت صغيرة أكيد مثل كتير عالم بيكون عندك ضعف بشخصيتك صحيح ولازم يعني حتى لو عندك هالقد تربية هالقد صافية بضل عم بيكون عندك مشاكل مع أهلك لأنه أنت عندك بحالك دونك بعدين بس كبرت أنا كمان تعلمت الريكي أخذت ريكي 1 ريكي 2 وبودو مثل كتير ناس غيري لانه حتى عم بقول لك لو اخذت هيك تربيه الواحد بده يقوي الضعف اللي فيه ويشتغل على حاله صحيح ده انا دكتور عضو انا الغكي اللي علمني خلاني اقبل ضعفي اقبل حالي وهيك مش بس قويت قبلت العالم حوالي وارتحت كثير لانه تعلمت انه ما فينا نغير اي حدا او اي اشياء فينا قبل ما نقبلها والريكي بيعطيك تكنيك يعني كتير هاي ان الواحد يقول لتانا لازم تقبل ما بتعرفي كيف بديك تقبلي صح الريكي بيعطيك التكنيك ميثود جديدة لحياتنا قدام كل مشكلة لازم اول شي نخلق فراغ فينا تنقدر نشوفها من دون اي احاسيس او احكام جاية من الماضي تبعنا حلو وبس نشوف انه سبب المشكلة جاية من البرسبسيون تبعيتنا من نظرتنا بعدين نقبلها وبس نقبلها ساعتها فينا نشرج حالنا بالإنرجي تنقوي هالضعف فينا ونغيرها لأنه هي بتتغير لحالها مش نحنا منغيرها نحنا منشرج حالنا منشوفها بوضوح وهي بتتغير لحالها دونك الريكي خلاني اتصلح مع قلبي لأنه بتبطل تشوفي العالم بعيون خوف أو أحكام اللي جايين من تاريخك أو التجارب تبعولك بيخليك تصيري حدا جديد وهذا الشيء اكيد يعني ساعدني كثير بعلاقتي مع امي بعلاقتي مع اصحابي بعلاقتي مع كل العالم وبيقوي لك كمان ايمانك لانك بتضلك بدك يكون عندك حياه سبيريتوال روحانيه نعم شكرا كثير لك يا دانا انا كثير بسعدنا تواصلنا هيك سوا واحنا وياك ميرسي اني سمعت صوتها شو حلو حبيبتي شكرا كثير لك وللاتصال مع السلامه هل قد بتغير العلاج بالطاقه فينا بتفوتي عند ناس اول ما تفوتي بلاش بيقولوا الدنيا وجاه وعتاب ايه بتفوتي عند ناس بتحسي غب قلبك هيك مزبوط تقل لان طاقات سلبيه يعني هذا التعبير اللي بيستعملوه افكارهم لك الطاقه لنشرح شو الطاقه ايه؟ الطاقه كانه انا عطيتك شيء قوي او بتستعملي تضوي فيه او بتستعملي تفجري بلد فيه دوك الافكار هي سلبيه هي اول تعريف دوك بتفوتي عند ناس بتحسي في شيء ثقيل عليك على قلبك معناتها طاقات علاقات هالبيت سلبيه يعني افكارهم علاقاتهم ببعضهم ما في حب ما في صفاء اللي كانت دانا عم تشرحه انه كانت تنزعج من بيتنا انه ما في مشاكل لانه تسمع برا قديش في قصص بتسلوا فيها العالم اكزاكتومون ونحن ما كنا نعرف هذا الجو لانه انا من الناس اللي اشتغل كثير لاوصل اقعد معك ونحكي هيك اشتغلت كثير على حالي اكثر من 30 سنه
بنتي عمرها هلا 27 سنه ما شاء الله خلي لك اياها. طيب نحن هلا اوقات بتفوتي على بيت كثير بتحسي حالك مرتاحه. صحيح. هدول هون الطاقات يعني علاقات مريحه بالداخل بتشميها بتحسيها. هيدي ما بدها ذكاء، هيدا حسك. جميل. بتحسي انه في شيء حلو يا خيي. طيب معي بدر حمدان على الـ على الـ ببدر. على الهواء. الو استاذ بدر. مرحبا. اهلا فيك. يا اهلا وسهلا فيك، كيفك؟ الله يخليك يعطيكم العافيه. يا هلا استاذ. ومسي على مدام مها. تفضل هي معك على الهواء. مرحبا بدر، اهلا فيك. اهلا مها، كيف حالك؟ الله يخليك يا رب. بدر احكي لي عن تجربتك مع العلاج بالطاقه. تلميذي بدر. حضرتك تلميذه لمدام مها، احكي لي شو تغير فيك؟ والله تغيرت اشياء كثيره، يعني كنت اعاني من الام كثيره. اوكي. لدرجة اني كنت اقول مقولة ما انساها، كنت اقول لنفسي ان اكبر عدو لي هو جسمي. فمن خلال الريكي تعرفت على اسباب الالم، اسباب المرض، ومن خلال علم الريكي يعني قدرت اكون انا المريض وانا الشافي. جميل جميل. شو تغير بحياتك بعد هالتجربة؟ وهو اشياء كثيره يعني، على الاقل يعني اقل شيء اني عرفت شنو يضايقني وشنو يسعدني، ومن خلال ذكي تعرفت على قدرت ادخل على الماضي. شنو الماضي يعني بالنسبه لي انا؟ كيف تحررت من الماضي؟ هو الماضي هو عده مواقف مثلا. هل المشاعر السلبيه هي طاقه؟ مثلا مشاعر فيها فرح هي طاقة، مشاعر فيها غضب هي طاقة. هذه هي الطاقة اللي نشتغل فيها أنا ومها. من خلال الشغل بالريكي شلت الطاقات السلبية الموجودة فيني كمخزون عاطفي، فتحررت منها والحمد لله. والجروحات. والجروحات القديمة. نعم. يعني أقل شيء يعني الريكي يجرب الأشخاص اللي يلاقوا نفسهم يتعبوا بدون أي سبب. يعني تلاقي صحي الصبح بنص النهار تلاقي تعبان مع انه ما بذل اي مجهود. شوفي اشياء بتصير معنا يومياتنا. ويجاوب على كثير من الاسئله. نعم. استاذه مها بدها تسالك سؤال بدر. اوكي. احكي لهم واحكي لي، انا بعرف مين انت اليوم بدر؟ الله. انا اليوم الحمد لله يعني احس اني انسان مختلف عن قبل الريكي. يعني انا تعرفت على مهنة امور من خلال برنامج كان بالجزيره. صحيح. فكنت انا مريض جالس بالبيت على طول، اما الحين انا انسان مختلف ثاني. يعني انت فنان اليوم. انا مطرب وملحن ومن خلال الريكي اكتشفت اشياء ثانيه فيني. يعني جميل. حلو حلو. قمت اكتب شعر. حلو. قمت أحب الحياة، قمت أحب الناس. دخل على النبع الأصلي تبعه واكتشف عنده مقومات كتير حلوة بدر. جميل يا بدر. الحمد لله. وأنا سعيدة فيه مثل ما سعيدة ببنتي سعيدة ببدر أنا. كل التوفيق وشكرا كتير لك يا بدر. والله. وإن شاء الله نستضيفك معنا أيضا بالبرنامج طالما اكتشف المواهب الكتير اللي موجودة عنده. بيعزف حلو. طيب. بشكل. ممكن إنه نحن نقول إنه الريكي العلاج بالطاقة هو علاج بديل موازي للعلاجات الموازي. موازي مش بديل. نعم. لانه وقت السياره بتعمل حادث بدها حداد. وقت الانسان بيعمل حادث بده حدا يجبره. صحيح. انا وظيفتي انه خلي الصدمه مقبوله. يعني بيجي شخص لعندي عنده مرض، على فكره نحن عندنا حالات كثير من الكانسر شفياني، مش لأنه أنا بعالج الكانسر، لأنه منعالج أساسية لعملة الكانسر اللي هي الحزن الدفين والعميق والخوف من الماضي. الخوف من الماضي أنا بعرف يعني الخوف أنا يعني اللي جاي من الماضي. أنا بحس أنه الإنسان بخاف من بكرة مش بخاف من امبارح. بخاف من الماضي بيصير هو بحالة خوف، بخاف من حاله، من الآخرين، من أي شيء بخاف، لأنه صار بحالة وطاقة خوف. هي طاقات كما هيك، وقت اللي بتحطي ضوء بظلمات ببطل فيه ظلمات، بتضوي بس. دوك نحن أنا شغلتي مش عالج الكانسر، ضوي ضوء بظلمات الداخل. الإنسان بيتشجع بشكل وبياخد روح
بيتنفس أكثر، عنده مقاومة نفسية انستنكتيف فطرية، هي لحالها بتعالج المرض. فينا الداء وفينا الدواء. صحيح. بعد تعرفي تحركيهم هول، تعرفي ليش عم تعاني وليش في مرض، وتعرفي وين تمسكي وتتحكمي فيه. جميل. دونك الحرب هي لا حرب. نعم. الحرب هي تعبد وصفاء وأمنية من القلب صادقة وخالصة، هي فعل حب مع حالك، لا محاربة المرض. على سيرة سؤال، هل هو علاج بديل أم هو علاج موازي؟ نحن أجرينا حوارين مع دكتور كفاح فياض وأيضا مع دكتور منصور حبيب. حل. كان في لهم رأي أيضا بموضوع العلاج بالطاقة، وريكي منشوف سوا. الريكي هي مدرسة من مدارس العلاج الذاتي. بضغوط الحياة الكبيرة اللي عم يواجهها الإنسان، صار في كتير نقلة نوعية للإنسان فعلا يروح للروح ومشان يقدر فعلا ينقيها. وبالتالي العلاج بالريكي هو من التقنيات الحديثة ومن المدارس اللي بتساعد الإنسان على التعامل مع الطاقة السلبية. يعني الإنسان عنده ضغوط صحية، ضغوط اجتماعية، ضغوط مهنية، ضغوط مالية، وبالتالي في شيء بيوقف تجاه النقاء والصفاء الذهني اللي بيخلي الإنسان يجذب له كل الأمور الإيجابية بالحياة. ريكي هو عبارة عن نوع من أنواع الطب البديل. كلمة ريكي من وين جاية؟ شو أصلها؟ هي عبارة عن كلمة يابانية الأصل. وجود كان هذا العلم وهذا العلاج من قبل 4000 سنة، لكن أعيد اكتشافه مرة ثانية بعد الحرب العالمية الثانية، وقام ينتشر في الجامعات في أوروبا وفي بعض الجامعات الآسيوية أيضا. كلمة ريكي عبارة عن two words، كلمتين، ري يعني الطاقة الكونية، وكي الطاقة الذاتية اللي موجودة في جسم الإنسان. شو العلاقة بين الطاقة الكونية والطاقة الذاتية؟ الطاقة بمعناها المبسط هي عبارة عن مجموعة من الموجات والذبذبات الصوتية والحركية والحرارية تتداخل فيما بينها لتكوين نوع من المحور، يسمونه محور الطاقة، حوالين كل جسم إنسان وداخل جسم الإنسان. فالعلاج بالريكي هي التعاون ما بين الطاقة الكونية اللي موجودة خارج جسم الإنسان والطاقة الذاتية اللي موجودة داخل جسم الإنسان. فكيفية عملية تحويل هالطاقة الخارجية إلى طاقة داخلية تساعد في القضاء وفي السيطرة على بعض الآلام وبعض الأفكار السلبية. اكتشف العلماء أنه كل شيء بيعتمد على الطاقة، يعني التفكير الإنسان فيه طاقة، التعامل مع الظروف فيه طاقة، وفي طاقة سلبية وطاقة إيجابية. الريكي هي من المساعدات اللي بتخلي الإنسان يلجأ يغوص لنفسه وأعماقه بدون ما يفكر بالأمور الحياتية المادية اللي هي كل شيء نحن منشوفه سلبي حولنا من الحياة المادية الملموسة. أما الروح اللي هي الأمور الغير ملموسة بتساعدنا الريكي على أنه الإنسان يتعرف على نفسه أكثر، لماذا هو موجود في هذه الدنيا. إحنا كطب الأسرة أو طب العائلة أو الطب التقليدي دائما يوم ننظر إلى أي نوع من أنواع الطب البديل، سواء كان الأوبرة الصينية أو المساج أو الريكي، ننظر لها بنظرة حيادية نوعا ما، نظرة تكون مبنية على أسس وعلى دراسات وعلى براهين. لأن حتى في الطب التقليدي ما يكون في اعتماد لأي علاج أو أي دواء أو أي نوع من أنواع العلاج إلا بعد ما يكون مجموعة كبيرة من الأدلة عندنا، مجموعة كبيرة من الدراسات على مجموعة كبيرة من الناس، وبعد ما نتأكد من صلاحية هذا العلاج ومن سلامة هذا العلاج يعني نقدر نصرح أن يقدرون الناس يستخدمونه. فموضوع الريكي تقريبا أجريت في مجموعة من 45-46 دراسة، وفي دراسات أخرى بعد في طور التحديث ويالسة في مجال الريكي. الشيء الجيد في الريكي لم تثبت أي من هالدراسات لحد الآن سلبية هذا العلاج. أستاذ والمعلم الريكي ممكن يلعب دور كتير كبير نجاحها، ولكن بالمقابل في ناس غير مقتنعين بهذا العلاج ويعتبروا انه هذا الامر مش ايجابي، وانسان طبعا لازم يروح عن طبيب اذا عنده اشياء بتضايق، وهذا شيء مشروع ومسموح. ولكن في ناس اذا عندها قناعة بالريكي في اشياء كتير بتحدث بشكل معجزات، احيانا الانسان عنده مثلا امر معين شاغل باله فترة طويلة او ارق معين، بعلاج الريكي بيهدئ نفسه، بيتحرر من هذا الشعور السلبي، وبالتالي يصل الى نتيجة ايجابية من خلال جلسات معينة وفي الى مستويات الحقيقة. ونحن شفنا انه كتير الناس اللي هن مقتنعين
بالريكي، طبعا النتائج اللي بياخدوها احيانا سريعة جدا. في ناس غير مقتنعين بالريكي، ممكن كل الامور اللي تفرجوهم اياها ما تكون مثبتة لديهم وبالتالي لا يتأثروا فيها بشكل ايجابي. الشيء الحلو في الريكي انه ما تضطرين تستخدمين علاج او تاكلين دواء لعملية التخلص من الالام، هي عملية تركيز الاحساس بالذات، التركيز على النفس الإنسانية، على طاقات الواحد وكيفية عملية استخدام الطاقة اللي موجودة حوالين الإنسان لإدخالها في داخل جسم الإنسان والتخفيف من الآلام والمعاناة اللي موجودة مع الضغط والتوتر اللي عندنا. أنا ما بدرب ريكي ولا بعلم ريكي، أنا من الأشخاص اللي طلعوا علي بشكل عميق، وطبعا بالحلقة في شرح كامل عن موضوع الريكي اللي بيفرجي كيف ممكن هالأمور تصير. كل اللي عم قوله أنا أنه الريكي مدرسة من المدارس، مثل أي علاج بشكل أو بآخر، التأمل ممكن يحده أو يحدد أنه هذا الأمر ممكن أجلس بيني وبين نفسي وألجأ لأعماق نفسي بدل ما أتمسك بالحياة الخارجية من مال من أمراض من كل الأمور اللي هي بتزين هالحياة، بس بالتالي ممكن أتعامل معها بشكل إيجابي من ذات نفسي وأغير ما بنفسي من الداخل ليكون عندي مناعة نفسية حقيقة. هي فعلا تعطي هالمدارس بالعلاج مناعة نفسية للتعامل حتى مع السرطان، حتى التعامل مع الكآبة، التعامل مع كل الأمراض اللي ممكن تكون أحيانا مستعصية، لأنه الإنسان بعقله وتفكيره في عنده طاقة غريبة وطاقة أساسية، إذا ركز على الطاقة الإيجابية ممكن يشترح معجزات. اللي حابب يمارس هذا البديل من بدائل العلاج الطبيعي، العلاج الطب البديل، لأنه ما استفاد من الطرق الأخرى في العلاج، فيستطيع أن يجربه ويقرأ عنه في البداية على أساس أنه يكون مقتنع قبل ما يتخذ الخطوة. متى ما وصل إلى الاقتناع بتكون استفادته من العلاج، لأن الإنسان بدون قناعة ما بيستفيد. حتى في الطب التقليدي نفس الشيء، إذا الإنسان ما كان مقتنع بالعلاج مهما أخذ الأدوية، الأدوية ما بتعطي مفعولها وأثرها في الجسم بالطريقة الملائمة. هذا كان رأي الطب بموضوع الريكي والعلاج بالطاقة. قبل ما نرجع نحكي بالموضوع، في معي اتصال من أمال نمور على الهواء. أهلاً كل محبينك وعائلتك اليوم ملتفين حول شاشتنا. ألو أمال، مساء الخير. ألو ألو، مساء الخير أمال، أنت معنا على الهواء، تفضلي. مساء النور، أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. مرسي أمال. أنا حابة أسألك، حضرتك أختة لسيدة مها، وسيدة مها مثل ما بتقول دخلت الريكي والعلاج بالطاقة إلى كل العائلة. قديش استفدت؟ قديش غير فيكي؟ شو الفرق بين أمال مبارح وأمال اليوم؟ أنا مثل ما قلت حضرتك، أنا أختة لمدام مها نمور. علاقتي فيها من صغرنا كانت كتير عميقة، ومع دخولي بعالم العلاج بالطاقة ولما حصلت على البرمير دجري ودزيان دجري توطدت كتير العلاقة بيناتنا، فصرنا بنتكلم نحكي تقريبا يعني نفس اللغة، منحب نفس الطريقة ومنعالج المشاكل اللي ممكن انه تعترضنا بطريقة هادية واستيعابية. العلاج بالطاقة هو طريقة عيش جديدة بتعلمنا كيف نتعالى عن الصغائر ومنروح بأعماق الأساس، فمنكبر ومنترفع ومنتخلى، منعرف كيف نتخلى. جميل. العلاج بالطاقة هو بيخلينا نتنفس بشكل أحسن، منفوت على أعماق أجسادنا وبتتسرب الطاقة بشرييننا، فبتحررنا وبتخلصنا من كل ضعف إنساني مثل الغضب والخوف وكل شيء بيألمنا جسديا كان أو نفسيا. أنا الحمد لله ما عندي مرض عضوي، بس أنا أمراض العصر هلكتني، يعني حرب لبنان مثلا أنا عشتها من أنا وصغيرة، خلتني أشعر بالضعف والحزن على حياتنا وعوطننا. فمع العلاج بالطاقة خليني أفهم وأعرف أنه أنا مني ضحية، وخليني بلش فكر كيف بقدر كون الضوء اللي بيضوي لي حياتي وعائلتي ومجتمعي، وبتمنى بعدين يتوسع ليروح على وطني وعلى مجتمعنا الكبير. نعم. خلصني العلاج بالطاقة، قلت لك انه كون ضحية وعلمني اني نشط الامل والايمان فيي، حتى لما بتهدى لغة المدافع والحروب
نعرف كيف نعيش ونكون جاهزين لحتى نعيش بشكل أفضل. جميل. إلهنا اللي قال إنه مش بالخبز وحده يعني بيحيا الإنسان. صحيح. عشان هيك نحن بحاجة للأمل والإيمان لنقدر نعيش أحسن. شكرا كثير لك يا أمال على المداخلة. شكرا كثير لك وللاتصال. مع السلامة. معي أيضا اتصال من كريستين على الهواء. ألو كريستين، مساء الخير. أوكي، نحن رح نتوقف مع الجلسة الخاصة اللي عملتيها ببيتك قبل يومين، وكاميرتنا كانت متواجدة، قعدتك وجمعتك مع طلابك اللي كانوا منسجمين أيضا معك بالجو وبكل شيء كنت عم بتقولي. منتابع سوا ونرجع. في لغات بالعالم، اللغة اللي بحكيها أنا وياك هي مني لإلك وإلك مني، بس في لغة تانية كتير أقوى، هي لغة الحس والطيبة، لغة الحب. تفوق اللغات اللي هي بنستعملها مع قلبي، مع الإنرجي بيطال، الإنرجي الحي اللي فيه، احكي مع ركبتي اللي عم توجعني لحتى مشي فيها الطاقات، أعطيها الطاقات، بس أعطي الطاقات الضعف بيضعف. اسهى عن حالي، بطل انتبه، بتنزل طاقات ضعفي بيكبر. هي مسألة انتباه واعطي. شو اعطي؟ انتباه. كل ما انتبهت لركبتي، ركبتي بألف خير. إذا هي نقطة ضعف، في ناس نقطة ضعفهم أرحب، في ناس نقطة ضعفهم كتف اليمين، في ناس نقطة ضعفهم عيونهم. كل مرة بتعطي طاقة لضعفك، ضعفك بيضعف. كل مرة بتنسي حالك، ضعفك بيطلع. دونك هذا خيارك، خيارك انك تعرفي انه اللي انت وصلتي له اليوم انت عملتيه بحالك، لانك ما بتعرفي. بيتطلب الريكي لعلاج بالطاقة جرأة وإرادة، وقديه فعلا ممكن يغير فينا ويغير أيضا فينا وباللي حولنا وتعاطينا مع مين حولنا. بيتطلب أكثر شيء إيمان. إيمان المؤمن. أوكي. بيتحدى كل شيء. هذا العلم بيخليك شوي شوي تحطي طاقات، كل ما تكثفت الطاقات بيعطي الضوء. أوكي. بتصير تضوي، يعني صفائك ونورك الداخلي بينعكس على كل كلمة، على كل فعل، على كل فكرة، على كل حس. تخيلي كل كلمة عم تقوليها لابنك فيها ضوء. كيف بده ينام وكيف بده ياكل ابنك؟ بياكل الضوء، بينام بضوء، ما دام امه مضوية. دوك اكيد بينعكس، لانه هي مثل زبزبات تموجات. دوك بتلمسي حدا بحب، حبك بفوت عليه. جميل. صح ولا لا؟ عشان هيك لما لمستك وسلمت عليك حسيت بطاقة لما شرقتت. له طقوس معينة؟ ايه. قبل ما اعطي بدي اخذ. فاقد الشيء لا يهبه. كما هيك اللي بيعملوا ريكي بيعرفوا انه الصبح شيء مقدس عندهم. يعمل جلسة تأمل لتصفاية حاله الداخلية. نفسه بيصير يوصل لكعب إجري، بيتحول لقناة، بيتخلى عن أنانيته، بيعرف إنه أنا لا حول لي ولا قوة. بس إذا شرشت حالي بشبه العظم الكونية. جميل. كل ما قبلت قانون الكون، كل ما قدرت أسبح فيه، كل ما قدرت أسمى فيه، لأنه بصير بعرف طرقاته تسمي فيه. صحيح. هذا الطقوس. دونك شو أبشع شيء اللي بتعترضنا لحتى نوصل لحالة هيدي الرقي والصفاء والتوازن؟ الكسل. ما بده يعمل، نعتقد إنه هذا حلو،
يعني حياتنا كلها نظريات، نحن عايشين على التلفزيونات. بس مدل ما شوف بحيرة لوزان، ليش ما بروح بسافر وبقعد فيها؟ ما عش نعرف نعيش الأشياء بطبيعيتها. نحن مجتمعات صارت تيوريك نظرية، نحكي عن الأشياء بسهولة من دون مسؤولية لأنه ما منعيشها. والمصيبة الثانية غير الكسل النسيان، وهي مصيبة الإنسان، ناسي حاله وما قاله خلق يتحرك. صح، مات. صحيح. معي نبيلة. أهلا نبيلة، مساء الخير. يا هلا نبيلة، كيفك؟ الحمد لله، نشكر الله. يا أهلا نبيلة، معنا السيدة مها نمور، وأنت من تلاميذة. نعم. شو تغير بحياتك ما قبل مها نمور وما بعد مها نمور؟ حقيقة مها كانت يعني خطوة من الخطى الجيدة إنه أنا تعرفت على مها وأخذت معها ريكي 1 وريكي 2. السبب اللي بقوله إنه يعني أنا واحدة عمري 42 سنة وعصفت في الحياة مثل ما بتعصف بكتير ناس. أوكي. ومع مها ومنهجية الريكي اللي درستها معها وجدت مساحة من السلام. المديتيشن تبع الريكي والطاقة تبعت الريكي وأوجدت لي مساحة عاطفية ومساحة ذهنية. صح. كان من خلالهم بقدر يعني شوفي المساحة الذهنية غير المساحة العاطفية. المساحة العاطفية أعطتني نوع أني مساحة ووسع أنه أحب حالي وأحب اللي خلقني بدون شروط، وأحب الناس اللي حوالي، ومش حب من طرف واحد، حب متبادل، أنك تشعر الإنسان يشعر أنه جزء من هذا الكون وأنه الحياة حلوة، أنه في طاقة جيدة ممكن أنت تعطيها وتاخديها من هالدنيا. هاي بالنسبة للمساحة العاطفية تبعتي. المساحة الذهنية، أنا امرأة عاملة وعندي مسؤوليات وعندي عائلة وعندي كتير ضغوطات في حياتي، فالمساحة الذهنية هاي كانت تعطيني بريك، تعطيني كيف يعني بريك بالعربي؟ فسحة، راحة من كل هالضغوطات. هدية أهديها لحالي كل يوم عشان بعد هاي، بعد هذا الصفاء أو الربع ساعة أو المديتيشن بدون أفكار سلبية، بدون أفكار إيجابية، أعيش لحظة إني أتنفس فيها صح وأكون مع حالي صح. صحيح. أخلق مساحة جسمانية ونفسية كتير مهم عشان أقدر أوصل لسلام داخلي. أنا برأيي شخصياً إنه هذا السلام الداخلي هو حقق لي سعادتي. يا جميل جميل، شكراً كتير لإلك يا نبيلة، شكراً كتير لإلك. أنا بس بدي أحكي شغلة كتير حلوة. نعم. أصلاً اللي أخدته نبيلة معناته أرض خصبة للمادة اللي أخدته، يعني موجود فيها أساساً. نعم. أنا حركته وعطيته تكنيك، عطيته طريقة يرجع يعيش فيها. جميل. يعني مثل جوهرة طلعتها، بس هي موجودة بكل شخص، حكي بكل حدا منا في جوهرة مطمورة، طامرتها تربيتنا، مدارسنا، طرقاتنا، إديولوجياتنا، مصالحنا. بدك شيء ترجع تحركي وتطلع الإبداع. نعم. خلينا نشوف كيف طلع عند هالة. ألو هالة، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا فيك يا هالة. تفضلي هالة. دام فضلك. أنا اسمي هالة غبزرت، أتصل من الكويت. أهلا وسهلا يا هالة. أنا تلميذة عند الأستاذة مها نمور. جميل، أحلى تلميذة. وصار لي الحين تقريبا 4 سنين قاعدة أعالج في مدرستها في الكويت، وحبيت أقول إن بالفترة الأخيرة كنت جدا تعبانة، نفسيتي وايد كانت تعبانة، كنت في حالة غضب، كنت في حالة توتر، ما كنت مرتاحة مع نفسي ولا مع الناس اللي حولي، يعني كنت منهارة. وهذا كله صار بسبب أني ما مارست الريكي. فبعدين اتذكرت كلام أنها كانت على طول تقول في الدورة، الإنسان إذا هد حاله يا أما راح ينزل يروح في مكان في ظلام، أو أنه عنده الاختيار أنه يصعد فوق، يعني يتجه صوب السماء اللي فيه النور، أن الواحد لازم على طول يكون متوازن. جميل. فأنا رجعت مرة ثانية الحمد لله ورفعت نفسي فوق، وحسيت أن الناس عايشة في عالم
ثاني، يعني ما حد فعلا فعلا عايش في داخله مو عارف شلون يعيش وهو يكون مرتاح. يعني ان الناس اكثر شيء صايره كانها اله، كانها يعني ما في احساس حق الاشياء، ما تحس بالاشياء. نعم. فمع الاستاذه مها علمتني ابجديه فن الحياه، علمتني ان الواحد شلون يقدر يعيش من الداخل وليس من الخارج، علمتني شلون ان انا اعرف شنو جوهري من الداخل، لان الناس كلها لاهيه بالمظاهر. وفعلا يعني فوق هذا كله علمتني معنى كلمة الحب، وأن الحب هو الحل حق كل شيء. نعم. العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة، إذا ما في حب البيت ينهدم. نعم. إذا الإنسان ما يكون حاب شغله، الله ما راح يوفقه بولا شيء، ولا راح يتمكن بولا شيء هو يبي يسويه. نعم. وأن الإنسان أول شيء يسويه أنه يحب نفسه، لأن الإنسان يبتدي مع الحب حق النفس أساس أنه يقدر يحب الآخرين. جميل جميل. أنا بدي أشكرك كثير يا هالة. شكرا كثير لك يا هالة. شكرا. قبل ما أرجع أحكي عن الكتاب، ضروري كتير أحكي عن الكتاب. يمكن هلأ اللي بيكون عم بيتابعنا بحس أنه فعلا الريكي والعلاج بالطاقة هو نوع من الفرح والسرور، نوع من المثالية. تعرفي ليش؟ لأن عم نحكي عن حاله اللي هو بيعرفها بس بالعلاقة الحميمة، ونحن عم نحكي عن علاقات حميمة عم نحطها بالجو. جميل. طيب أنا هلأ بدي أعطيك، بدي هيك توجهي رسائل مختصرة وسريعة، الوقت كتير دهمنا. أي ساعة وفا؟ بدنا 10 ساعات وفا نحن. أوكي. شو بتقول مها نمور للموجوعين؟ حضنوا ألمكن، بس بالحضن فيك تعالج جروحاتك وأوجاعك. للقلقين احضن نفسك وطمنها، طمئن نفسك، ما في إلا غيرك يطمئن. قد ما طمئنوك العالم كله، إذا أنت ما إمنت بالطمأنينة ما رح يوصل الطمأنينة لقلقك الداخلي. لمن ليس لديهم وقت لإنسانيتهم، يوعوا شوي ويبلشوا يحطوا أولويات. حاج ضايعين بالزبالة وناسيين الجواهر، الجوهرة، النبع الأصلي اللي هو حالك وروحك. للمظلومين، خذا فترة راحة، ما تظلم حالك، بس تصير سيد ما في حدا يظلمك. طب وللظالمين شو بتقولي لهم؟ عرف إنه في آخرة، اللي بيضحك بيضحك بالآخر. والحاقدين؟ نفس الشيء مثل الظالمين، الحاقد أول حدا بيكون ظالمه هو حاله، لأنه الحقد قبل ما يطلع على الآخرين بياكلك من جوا. دونك اللي عنده آلام وتلوثات شو ما حكي بيطلع التلوث للخارج. دونك قبل ما تحقد على حدا أنت أصلا بحالة حقد. دونك هدي حالك شوي وتمتع في إشياء كتير حلوة تشوفها، غير أنه حبس الحقد عم يحبسك بظلمات الحبس الداخلي. أخيرا شو بتقولي لليائسين؟ كلنا تحت راسحين تحت حمل واحد، اللي هي ما في آمال كبيرة بالخارج. كرمال هيك نحن يائسين خارجيا، على القليل نفتح فسحات أمل مثل واحد بصحراء قاحلة يحيب حالك. كل ما فتحتيها على القليلة على القليلة بتسعد حالك وبتعيشي أحلى. جميل. بعدين أهلك أولادك يلي بتضوي عليهم، وبعدين الكون كله، بس مينيموم حالك. أنا كنت حابة أختم أنا بجملة أنت كتبتيها بكتابك، بس خليني أقول للأصدقاء المشاهدين، ما فيني أختم أبداً ما أقول أنه كتاب مها نمور طاقة الكون بين يديك موجود بالفيرجن. في معلومات كتيرة، في كتير عجبني هيدا، أنه الحب هو العلاج الشافي، دون أن آتي، دون أن أرحل، لا قبل لا بعد، أمسكك بقربي وأتركك لتكون حراً لأني فيك وأنت فيا. لما بتوصلي لهالمرحلة بتكوني واثقة، بتكوني كتير صرت بحالة حب. صحيح. دوك شو بيعمل الآخر ما خصك. نعم نعم. المهم اخلق بحالة حالة حب، وهي الحالة كل ما زرعتي وردة كل الشجرة هي موجودة ببذرة. دوك إذا زرعت البذرة فيكي وطلعت الوردة رح تطلع أكتر وأكتر. أنت حالة حب.
بكلمات هالحب مشاهدينا انا بختم الحلقه، بتمنى تكون دائما وان شاء الله اللي راحت عليه بكره الساعه 11 اوفيه لساعه وفاء، وهيدي اللي عم نعطي فيها بس شعاع ضوء. صحيح صحيح، شكرا كثير لك، نورتينا. انا بشكركم كثير، بطاقه المحبه اللي وزعتيها، اعطيتونا مساحه نحكي عن الحب. تسلمي لي حبيبتي، مش عن الحرب. شكرا كثير لك واكيد لكل الاصدقاء المشاهدين. الى اللقاء. ميرسي.